أعلنت شركة تسويق النفط العراقية سومو إنها تنتظر إقرار وزارة البترول المصرية لعقد إمداد مصر بالنفط. وقال سفير العراق لدى القاهرة حبيب هادي مساء أمس إنه من المنتظر وصول الشحنة الأولى إلى مصر والمقدرة بمليون برميل شهريا مطلع مارس المقبل. وكان رئيس هيئة البترول المصرية طارق الحديدي أعلن منتصف فبراير الجاري بأن مصر تقترب من التوصل إلى اتفاق لاستيراد النفط الخام من العراق. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف وزير البترول الأسبق المهندس أسامة كمال. أهلا بك باشمهندس أسامة لهذه النشرة مجددا ودائما. طبعا في مثل هذه الاتفاقيات باشمهندس أسامة، ترى ما تكون فحواها؟ كيف يكون السداد؟ ما هي بنودها؟ عادة يعني مثل هذه الاتفاقيات، بداية خلينا نقول ان احنا كان بقالنا الحقيقة فترة طويلة بنشتغل على هذا الموضوع لكن لم يكتب لها النجاح. الحمد لله في الفترة الأخيرة يعني قدروا الناس يحققوا طموح الرئيس السيسي في أن تصبح مصر زي ما بنقول مركز إقليمي وأن يتحقق التكامل العربي العربي. كما نعلم جميعا أن العراق بعد الغزو لم يعد لديها معمل تكرير واحد يعمل، فهي تنتج خام وتصدره ثم تستورد منتجات بترولية. احنا النهاردة في مصر عندنا 8 معامل تكرير، طاقتهم الانتاجية زيادة عن 36 مليون طن في السنة، شغالين حاليا بأقل من الطاقة الانتاجية. فيمكن من خلال معامل التكرير عندنا ان احنا نكرر كمية اضافية، وخام العراق بالذات هو خام مناسب لنوعية معامل التكرير المصرية. فهنا يحدث التكامل وهنا يحدث ما نحلم به ان تصبح مصر مركز اقليمي للطاقه وليس فقط استيراد او يعني استيراد فقط. نعم. فهنا في المنظر ده هنقدر ان احنا لما نستورد كميه خام من العراق هنكررها عندنا. فده هيغطي الطاقه يعني الطاقه الاستعباديه الموجوده عندنا هتتغطى، هنقدر ناخد جزء من هذه المنتجات حصتنا، هنقدر نرجع للعراق جزء من المنتجات بدل ما هو بيشتري منتجات. فالقصه كلها هنا بتيجي في تحت باب التكامل العربي العربي اللي ممكن يتحقق من خلال بعض الصفقات اللي زي كده. طبعا احنا كان من الاول كنا بندور على شروط مرضية شوية يحصل فيها شيء من فترات بنسميها فترة سداد يعني مريحة شوية، فكان بندور دايما على حاجات بيبقى من بين 6 شهور الى سنة في السداد. طبعا كنا عارفين انه الاتفاق اللي كان موجود قبل كده مع ارامكو كانت الفترة اطول شوية، لكن المرة دي فترات السماح قد تكون مناسبة للاقتصاد المصري في الوقت الحالي، لكن ما بندورش على سداد فوري، فعادة بيبقى فيه مطلوب فترة سماح. طيب استيراد مليون برميل شهريا باشمهندس كمال، باشمهندس أسامة، حضرتك بترى الرقم ده كيف؟ والله دي بداية جيدة، أعتقد أنه ممكن يرتفع هذا الرقم ويعدي الاثنين 3 مليون برميل في الشهر، لأن احنا عندنا طاقة استيعابية ممكن تاخد الكمية الكبيرة دي كلها. لكن انا اعتقد انها بدايه جيده للتكامل العربي من خلال هذا الديل اللي بيتعمل ما بين مصر والعراق. صحيح. انا اشكرك شكرا جزيلا وزير البترول الاسبق البشمهندس اسامه كمال، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا. فضل